لك تكلمينا على هذا يعني هذا لوفراج جديد اللي غادي يخرج على السياسه الرياضيه بالمغرب من يعني برسك ان سيكل يعني ديال السياسه الرياضيه في المغرب. هذا الكتاب هو نتاج بحث الدكتوراه اللي كتناقشوا في كليه الحقوق والعلوم السياسيه شعبه القانون الدستوري والعلوم السياسيه. طلب واحد المجهود كبير لانه ما بين 2003 الى غايه 2011 تاريخ المناقشه ومن 2011 الى غايه الان تم التحيين ديالو تم اضافه عده اضافات على حساب الرهانات والسياقات اللي دازنا المغرب سواء التعديل الدستوري او الانتخابات اللي وقعت في 2016. اذا كل هذه المسائل اللي خلاتني انا نقوم بالتحيين ديالو ونظرا لبعض المشاكل ديال التمويل ديال الطبع تاخر الطبع ديالو لغايه نهايه 2017. اليوم كنديروا عمليه تقديم الكتاب للتحسيس باهميه انها تكون للمغرب سياسه رياضيه. حاولنا امكن نديروا واحد المسار من 1912 تاريخ توقيع معاهده الحمايه الى غايه الان مع وقفه ما بين الاستقلال الى غايه الان لتبيان هل المغرب كان يتوفر على السياسه الرياضيه؟ هل هناك اختلالات في التطبيق السياسه الرياضيه؟ هل هناك يعني مؤهلات لان يكون المغرب سياسه رياضيه ام هناك رفض داخلي لهذه السياسه لعده اعتبارات؟ اذا هي كان مجموعه من المواضيع التي سنطرحها للنقاش. ما يتبقى هو ان نعرف شيئا اساسيا هو ان البحث العلمي في المجال الرياضي ما زال جنينيا في المغرب ويتوجب ان تتعامل المؤسسات العموميه مع البحث العلمي في المجال الرياضي كصديق وليس كصديق وشريك وليس كخصم، لانه عندما نبين بعض الخلالات فانه نمارس نقدم بدورنا او من 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 موقعنا بعض المساهمه في تطوير الشان الرياضي وليس العكس. شنو الصعوبات اللي يعني لقيتيها في يعني في تجميع يعني تحصيل المعطيات اللي كانوا يعني محتاجينهم في الكتاب ديالك؟ اولا نعرف واحد المساله اساسيه هو انه الخزانه الرياضيه فقيره. متى نقول فقيره؟ يمكن غنيه من ناحيه البعض. الكتب حول الرياضه التقنيه مثلا كتاب حول كره السله خصوصا ما هما دبلومات ديال معهد مولاي رشيد. ما تبقى بانه سير ذاتيه وبالتالي المراجع غائبه في المغرب وبالتالي توجب عليك البحث عن المعلومه الاصليه التاكد منها وتوثيقها ثم تحليلها وبالتالي هناك صعوبه متكرره من اجل الوصول الى اصدار كتاب من هذا الحجم. امر اخر وهناك هو انه ليس هناك توثيق من طرف المؤسسات العموميه وحتى في حاله اللجوء الى المؤسسات العموميه ماذا نجد؟ نجد بان هذه المؤسسات العموميه ترفض اعطاء المعلومه للباحث. واكثر من ذلك عندما نمر الى عمليه جمع الكتاب والمرور من كل هذه المراحل عندما نمر الى الطبع فتلك قصة أخرى بحكم أنه الطبع يتطلب مصاريف كثيرة. فقط لا أخفيك بأنه هذا الكتاب تقريبا يعني 200 ألف درهم مصاريف الطبع مجموع مصاريف الطبع. هذه المصاريف تكفلت جهات معينة من أجل طبعها مع بعض التضحيات من طرفي بحكم تواضع الإمكانيات. فذلك كان يعني كل هذه الصعوبات إلى حد ما كانت وراء صدور هذا الكتاب. لا أحاول إحباط الجميع لكن أقول بأنه الاشتغال والاشتغال قد يعطينا أبحاثا أخرى أفضل من التي أصدرت الآن.